كلمينا عن الحفل بتاع النهارده ومشاركتك والتكريم للاستاذه ليلى طاهر. والله مدام ليلى طاهر متكرمه في قلوبنا من زمان قوي، واحنا يعني زمايلها فنانين سواء اللي هي سبقتنا وبعدين مشينا الضرب مع بعض. هي نموذج سليم جدا للانسان السوي، قلبها ابيض ابيض بصراحه، وما تحقدش على حد، ومنافساتها دايما كانت تبقى من خلال العمل. انسانه محترمه وملتزمه، والكواليس بتاعتها حلوه قوي، بتعامل الناس كلهم زي بعض، لا تفرق بين، يعني ما عندهاش طبقيه ولا اي شيء في التعامل. فمبسوطه جدا، يعني بقولها انت في قلوبنا وانت مكرمه من زمان. في اي مواقف جميله او ذكريات جميله ربطتك بالفنانه ليلى طاهر؟ احنا اشتغلنا مع بعض وسافرنا مع بعض باريس، رحنا باريس بعمل دراما تلفزيونيه اخرج مدام ماجده نجم، وعملنا اعتقد في البحرين مسرحيه مصريه بس عرضت في البحرين. بشتغل معاها اذاعه كتير قوي تلفزيون. العاده اللي حصلت من المركز القومي للمسرح في تكريم الفنانين السابقين واللاحقين، يعني بس هو مركز على الفنانين القدام بتوع اللي مثلوا على المسرح، ولذلك بيحصل التكريم على المسرح القومي بالذات، وده طبعا صرح عريق جدا وله تاريخ كبير قوي قوي في عالم المسرح. فشيء جميل جدا هذا التكريم، وخصوصا ان الفنان يبقى عايش وبيحس بهذا التكريم، وده بيديله دفعة وجهد واحساس بان المسؤولين والجمهور المصري والعربي بيقدر تاريخه اللي هو بذله لإسعاد الناس. فالنهاردة كان في تكريم الفنانة الجميلة النجمة ليلى طاهر، وطبعا تاريخها معروف لكل، كلنا معروف بالأفلام اللي عملتها والمسرحيات والإذاعة، وعملت أعمال كتيرة جدا جدا، وأنا شرفت بإني يعني أشتغل معاها بعض الأعمال، وكنت سعيد جدا بالشغل معاها، لأن هي كفنانة على مستوى كبير جدا من الإنسانية. لأن أنا لما اشتغلت معاها أنا كنت لسه ممثل صغير، احتضنتني وتعاملت معايا بشكل جميل جدا، وأنا لا أنسى هذا. عشان كده أنا كنت حريص أن أنا أحضر هذا التكريم، لأن لفنانة كبيرة ونجمة تستحق التكريم، ويمكن ده يعني بيعتبر متأخر شوية بالنسبة لليلى طاهر، لكن كل شيء بمعاده، والحمد لله أن هي على قيد الحياة وعايشة وشافت التكريم ده بنفسها، فهي تستحق كل التقدير والاحترام. إيه المواقف الجميلة اللي حضرتك تتذكرها ربطتك بالفنانة ليلى طاهر؟ أنا كنت بعمل معاها شخصية معوقة، يعني أنا كنت أخوها معوق من ضمن 3-4 إخوات، بس هي لأنها كانت طالعة شخصية إنسانية جدا، فكنت أنا أقرب إخواتها ليها عشان إن أنا معوق. فكان في يعني مواقف كتير جدا منها، كانت مثلا بتعلمني الصيد، فأصطاد السمكة وبعد ما أصطادها أروح رميها تاني في المية فهي تتخض لان يعني هي كانت فرحانه ان انا جبت سمكه، ففي الاخر بعد ما اجيبها بروح رميها تاني في الميه، ومواقف زي كده، فهي كانت بتضحك جدا، وحصل مواقف كتير معاها لذيذه. هي انسانه جميله وفنانه عظيمه وتستحق التكريم.